المشكل ديالنا سيدي، حنا مجموعه من المنخرطين ديال جمعيه نجده، حنا دافعين الملف ديالنا من سنه 2010 وكنطالبوا بالترخيص ديالنا، ولا تنعانوا من التماطل ديال الاداره. من 2010 طلبات منا مجموعه من الوثائق لعدد خمسه المرات، كتقول لك تجمعوا الملف، كنجمعوا الملف، كتقول لك تسنى راه غيخرج قانون جديد، تيخرج قانون جديد، كيخرجوا رخص جديده من عند، تيخرجوا رخص جديده للعمارات وليزوتيسمو. حنا الارض ديالنا الحمد لله واجده، ما عندناش مشكل، الارض ديالنا واجده، لي ريزو داسينيسمو كاينين، الاداره ما بغاش تسيني لينا، ما عرفناش علاش. من 2010 والناس راه عباد الله محنا، راه حنا محنين، راه حنا كاريين، راه حنا محنين، حنا لاولادنا، راه بغينا الاداره توقف معانا، وحنا راه ولاد هاد البلاد، وحنا حنا حنا راه حنا حنا كنتمناو من السلطات انهم ياخذوا الامر ديالنا بعين الاعتبار، ياخذوا الامر ديالنا بعين الاعتبار. حنا راه قاصينا وباقيين تنقاصيو، وحنا ان شاء الله ناويين، حنا عندنا ثقتنا كبيره في السلطات انها ما غاداش تخلى علينا، على حقاش حنا ناضلنا وما كاين ولا اذن صاغيه. حنا كنتمناو من السلطات انها تعطينا الاذن الصاغيه وتحل لنا المشكل ديالنا. راه من 2010 راه المده ديال 9 سنين هذه، راه السلطات تكون بغات تفلك المشكل، راه غير من كل عام تساهم الميزان بشويه كره تفكنا المشكل. احنا كلشي عندنا قانوني، عباد الله شارين البقع ديالهم بعقود قانونيه، كلشي قانوني الحمد لله عندنا. والملف ديالنا من 2010 هو محطوط في عند السلطات، والسلطات عارفه بان الامور ديالنا كلها قانونيه الحمد لله، غير خاص هاد الناس هادو هما يوقفوا معنا، الاداره ما تبقاش تماطل علينا. كنمشيو كيمشيو اعضاء الجمعيه تيصدروهم دائما بكلمه بجوج، ديما ما عمرهم عطاوهم وقت انهم باش يسينيو لهم ديفينيتيفمون. وحنا كنطلبوا، حنا ثقتنا في السلطات كبيره توقف معنا الله يجازيهم، ويرخصوا لنا البقع ديالنا. شا ولدي 40 عام ولاد البقعه باش شاريه تقريبا 40 عام، مولاها مات الله يرحمه، بقيت انا كنتلاوح ما عنديش فين نسكن، ومريض عندي مرض مزمن، القلب السكر الطنسيه، العينين دار عليهم العمليه ما كنشوفش مزيان. انا ولدي هاد الارض محنتني، بغينا يديروا لنا شي حل، يديروا لنا شي حل. ربي اللي مطالع، الدواء ما عنديش يا ولدي حتى باش نشري، عندي الدواء ديال الطنسيو غالي، عندي يا ولدي الدواء ديال السكر غالي، عندي الدواء ديال القلب غالي، وخاصني فين ما نمشي خاصني طبيب اختصاصي باش ندير. عرفتي هاد الارض تقريبا 40 عام باش انا واخده من عند البوق، ما واخدتها من عند الحجر، واش زعما ما حنا وليدي وثائق هاي فينا، ها هي بالوثائق بكلشي شاريه من عند الحجر، واش انا ما شريت بعد ولادو، شاريه من عنده تقريبا 40 عام. تا واحد وشحال ولدي محنتني انا هاد الارض محنتني، يديروا معنا شي حل، الله يرحم لهم الوالدين لما يديروا معنا شي حل، الله يكثر خيرهم، الله يحفظ سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا وعاش الملك. هذاك باعوا مجموع، من اللي باعوا مجموع هذاك اللي شراه منه جهز الراسو، من اللي جهز الراسو حنا مشينا كنطالبوا الرخص ديالنا بوحدنا، حنا كجمعيه كنطالبوا من المعاونه من الدوله تعاوننا في الاقل غير في الرخص، ما كنطلبوا منها حتى حاجه، كنطالبوا منها البلان يعطيونا الرخصه، البلان كنطالبوا يوافقونا على البناء. احنا دابا ما خلينا كيما درنا معاهم، كنمشيو لعندهم ما كيجاوبونا حتى بحاجه، البلان باقي ما خرج، باقي ما نزل، باقي معطل، باقي كذا. من 2011 وحنا كنقاسيو نفس الحاله، هادو بناو شحال، هادو بناو في العشوائي، كانت هاد الدنيا باقا غابه، هاد المدرسه ما كانتش، كان باقي هنايا لابوكا هنايا شاده معاه بحال هاد الوقت هذا، ما تقدرش. وحنا شرينا من ديك العهد، وكاين اللي شاري في 1980 قبل منا، وباع عندك شي والو، ما كاين والو. هاي اللي فيها تشوف، هي هذه اللي فيها تشوف، هذه اللي فيها، هذه اللي فيها تشوف، هذه طبعا الارض عشوائيه، احنا فاهمين معنا حتى مشكل، كل شيء يقول عندي الكونترا، ايه اللي شاريها من مول الملك، ايه ما دخلش عشوائيه. كاينه 160 واحد، كاين دابا اللي جا اللي عنده الوقت وصل، واللي ما جاش راه بعيد. وحنا في هذا الشيء ديالنا، هاي هذه اللي كتشوف فيها دابا،
هذه مده وحنا كنعانيو منها، في ما مشينا كيردونا. عاش المالي.